مرحبا بحضراتكم مرة كمان والفقرة الأخيرة، ودكتور ريهام الحياوي يعني استشاري التغذية العلاجية اللي كل مرة بتنورنا بتحمل لنا ملف جديد من ملفات السمنة. النهاردة هنتكلم عن السمنة وهنربطها مع كبار السن تحديدا، ده هيبقى المين توبيك بتاعنا في يعني أو الموضوع الأهم دلوقتي في هذه الفقرة. صباح الخير طبعا صباح في البداية، النور. بونجور صباح جدا. النور، بونجور يا حبيبتي. بصي كل مرة بجد بيبقى في ملف حلو أو أحلى من اللي قبليه. قصة هنا إن أنا أركز على كبار السن وفكرة السمنة، لأن دول برضو بيعتبروا فئة موجودة في كل بيت مصري لو أنا هتكلم تحديدا عننا هنا، وفي نفس الوقت فئة بحكم السن والصحة الموضوع بيبقى صعب، يمكن أصعب بكتير من أي شخص في عمر الشباب أو أطفال أو غيره. فخلينا نبدأ من هنا نقول أصلا السمنة اللي هي في أو عند كبار السن هل هي common بشكل كبير ولا لا في مصر؟ هتكلم على مجتمعاتنا هنا، وفي نفس الوقت هي إزاي ممكن تكون صعوبتها في فقدان الوزن أو المدة الحاجات اللي زي كده عن الناس الاصغر سنا. حلو قوي، انت حطيتي ايدك يا هواندا على الصوره العامه او النقطتين الاساسيتين في مشكله كبار السن عندنا في الوطن العربي. خلينا نقول مبدئيا، لان بره ما شاء الله بتلاقيهم لابسين الشورت ونازلين يتمشوا وهم ما شاء الله 70 سنه والعمر ده مجرد رقم. يعني للاسف احنا هنا الست المصريه سواء هي او زوجها لما بيوصلوا مرحله عمريه معينه بقت جده او جده، متعودين بقى على الطبخ التقليدي والاكل المليان دسم ودهون وحاجات كتير ما ينفعش نغيرها خلاص. يا دكتور ازاي لما بتتكلمي معاهم ازاي يا دكتور اشيل كميه الدسم، الاكل ما يبقاش ليه طعم. فطريقه الطهي والفكر اسلوب الحياه دي مشكله موجوده، تغييرها بقى صعب جدا. بيقابلها ناس كتير جدا لما بيتواصلوا مع فريق شركه بايو ناتشرالز، يكون شاب عايز يفقد وزنه ويخس ولسه بادئ يروح جيم، فالفريق يقول له مثلا على بعض الارشادات او الحاجات في طريقه الاكل او كده، فدايما بيقابل يعني الرد اللي احنا عايش مع اهلي ومامتي وانا صعب اطلب من مامتي حاجه زي دي. يعني بيجي لنا احيانا الكومنت ده بيكون كوميدي جدا بالنسبه لنا، ان انا يعني والدتي صعب اديها بعض الانستراكشنز او التعليمات اللي زي دي. الحاجه الثانيه بقى ان احنا السمنه اللي اوريدي تواجدت نتيجه ان احنا بناكل براحتنا وحركتنا قليله، السمنه دي اوريدي اثرت على ركبنا وظهرنا، فبقت اصلا حتى لو هي حابه تنزل تتمشى تبذل مجهود حبه يعني حتى لو حاجه بسيطه ما عندهاش القدره لده، فحرقنا طبعا بقى الداخل كتير جدا يا نهاوند والخارج تقريبا صفر، فعمالين السمنه تزيد. طيب عايزين نتكلم النهارده في حل بسيط وسهل جدا قدمته شركه بايو ناتشرالز بطريقه لطيفه، وهو حل انا بشوف ان هو علمي وسريع، ودي من الحاجات القليله ان انت تلاقي منتج مرخص وزاره الصحه عباره عن عشب طبيعي جدا جدا ما فيهوش اي حاجه صناعيه، لان شركه بايو ناتشرالز كل منتجاتها طبيعيه 100% وامنه لكل الاعمار من اول صغار سن 13 سنه لغايه كبار السن الى يعني ما لا نهايه. نقطه مهمه، لان اي حد بيدور ان هو يخس لازم بيبتدي يلجا للاساليب اللي هي السريعه في نفس الوقت الامنه بشكل كامل وفي نفس الوقت اللي هي يعني تاثيرها بيبان بالزبط. على طول. فلو احنا بنتكلم ان الثلاث نقاط دول اللي هم المهمين او اي حد بيخس بيبقى محتاجهم متواجدين او متوفرين في بيستا، لو احنا هنتكلم تحديدا طبعا احنا هنتكلم النهارده زي ما قلنا يا نهاوند عن كورس بيستا اللي هو مكون من بيستا اللي هي الساشيتس او الاكياس اللي بتدوب في كوبايه ميه قبل كل وجبه بنص ساعه، دي الياف مليئه طبيعيه 100% دي بتحسس بالشبع. الجزء الثاني في الكورس بيستا هو مالتي فيتامين قلب مالتي فيت، وده فيه 13 عنصر، 13 عنصر بيحل لك جنب مشكله السمنه، المشكله اللي بتترتب دايما على فقدان الوزن يعني هواند اللي هي انا خسيت بس بقيت تعبان، عندي ضعف، عندي مشاكل في بشرتي، في شعري، شكاوى ناس كتير جدا مرتبطه بحل مشكله السمنه وهي دروب او نزول في حاجات كتير صحيه، شركه بايو ناتشرز حلتها بان هي خلت المالتي فيتامين عنصر اساسي جدا في الكورس. والعنصر بقى الثالث مستخلص القهوه الخضراء، وده ليه دور كبير جدا جدا في تعليم معدل الحرق اللي هي بالتالي عند كبار السن، وده موضوعنا النهارده، بتكون قلت قوي قوي يا نهاوند. وليه برضو قلت قوي قوي؟ واي سيده بتتفرج علينا دلوقتي برضو ممكن تقابل نفس المشكله حتى لو سنها مش كبير، الكتله العضليه. كبار السن بيحصل عندهم حاله وهن وضعف، عضلاتهم بتنزل جدا جدا، العضله هي اللي بتحرق يا جماعه. عشان كده انا دايما وفريق شركه بايو ناتشرالز لما بتتواصلوا معاهم في المتابعه المجانيه، ودي حاجه مهمه جدا عايزه اكد عليها النهارده يا نهاوند، ان شركه بايو ناتشرالز بتقدم متابعه مجانيه اسبوعيه لاي حد بيتواصل مع فريقها الطبي علشان يمشي على كورس بيستا عشان يفقد من 8 ل 12 كيلو شهريا، وده رقم محترم جدا جدا. وبحب اكد لاي حد هيتواصل مع الفريق ان المتابعه المجانيه الاسبوعيه دي هيكون فيها كل التفاصيل الطبيه اللي تخصك، هتقولها للاخصائيين عشان يدوك النظام الغذائي والكورس المناسب ليك. مش بس كده، مع الكورس اللي احنا اتكلمنا عنه المكون من ثلاث عناصر بيدوا فيتامين دي 3، ودي 3 مهم مش دي 2،
هديه على الكورس ليه بقى يا نهاوند؟ عشان نكمل المنظومه كامله في رحلتك ان انت تفقد وزن وانت حرقك ضعيف. يعني احنا لسه بنقول حرق ضعيف لكبار السن او لاي سيده اكتر من الرجال، دول بيعانوا من المشكله دي عشان عضلاتهم ضعيفه، عندهم نقص فيتامين دي بصوره كبيره، ان هم قاعدين في البيت مش بيتعرضوا للشمس زي الراجل شويه اللي بينزل وبيتحرك وبيتمشى في الشمس، هو بطبيعه الحال باكثر عرضه لاشعه الشمس اللي بتتحول لفيتامين دي. فالستات وكبار السن اكتر ناس النهارده انا بقول لهم انتوا عندكم نفس الفاكتور، حتى لو سنكم صغير، ان انتوا ما عندكوش فيتامين دي في جسمكم، فحرقكم ضعيف، عضلاتكم ضعيفه، فحرقكم مش كويس. فاحنا جينا النهارده بنتكلم عن كورس بيستا اللي هيمدنا بقى بحاجه تانية كمان يا نهاوند عايزه اقولها للمشاهدين، احنا مش مجرد بس الالياف المليئه اللي هتخلي عندكم شعور بالشبع والامتلاء من غير دايت، خلي بالك دي نعمه كبيره جدا ناس كتير بتفتقدها على مدار السنين الطويله، ورقه الدايت اللي بنكرهها هي في ورقه الدايت كده لفت علينا كلنا بالظبط، بيض مسلوق وفراخ مشويه وسلطه بالظبط كده، او يوم كله فاكهه يعني او يوم كله لبن يعني فاحنا خلاص بقينا دكاتره فيعني بالظبط كده، وطبعا اثبتت فشلها يعني. طبعا بالظبط كده، فاحنا بقى نتيجه الفشل الكتير ونتيجه ان الناس مع محاولات الفاشله الكتير بتعاني من يعني شعور ان انا مش قادره اوصل لنا عايزاه بسهوله، فشركه بايو ناتشرز اللي عملته ايه؟ حل رائع جدا، حضرتك هتاكل الاكل اللي قدامك من غير ورقه خالص، يعني انت هتروحي بيتك يا نهاوند وهتفرق ايه اللي معمول عندك، مكرونه بشاميل بط اللي معمول بقى هتاكلي منه، بس انت اصلا الالياف لما مالت معدتك قدرتك خلاص على الاكل يعني خلاص، فانت هتاكلي عادي من الاكل المتوفر في البيت اللي معمول، بس كلتي كميات الربع تقريبا، فبالتالي سعراتك قلت قوي، فبالتالي بتخسي وزن بالصوره اللي احنا بنقول عليها من 8 ل 12 كيلو شهريا. وعايزه اكد تاني معلومه مهمه جدا، اي حد بيتابعنا دلوقتي يقدر يطلب كورس بيستا اللي بنتكلم عنه بالمتابعه المجانيه فيتامين دي 3 من خلال الارقام اللي ظاهره على الشاشه وصفحه بايو بيستا، وطبعا هو موجود في الصيدليات، بس اعتقد يعني في حياتنا اللي كلنا مشغولين فيها انا بطلب بقيت كل حاجه بالتليفون بالظبط كده، فاسهل حل لاي حد ان هو يطلب بالتليفون بالظبط كده. طيب ده شيء عظيم جدا. لو انا هرجع تاني للملف الرئيسي وهو ملف كبار السن والسمنه لكبار السن تحديدا، يبقى احنا بنتكلم ان هذا المنتج لو في ناس من اهالينا دلوقتي بيتفرجوا علينا وعايز يخس وخلاص، عارفه برضو كبار السن بعض الثقافه الموجوده عندهم يقول لك خلاص بقى خلينا استمتع بالوقت، استمتع بالاكل، استمتع يعني، ودي برضو حاجه مش ألذ حاجه ان الواحد يبقى عايش كده اللي هو رامي كل حاجه خلاص اللي يحصل يحصل. طبعا دي ثقافه مغلوطه تماما، نتمنى ان هي تنتهي من بيوتنا. فلكن افضل طريقه ان انا بتكلم او بخاطب كبار السن، إن انا مش بطالب حضرتك انك تعمل مجهود تروح جيم، الكلام ده كله مش مع بيستا، لكن طبعا لو اتعمل كويس، بس طبعا لو ما اتعملش احنا بنضمن ان من 8 ل 12 كيلو فعلا اي شخص بيمشي على كورس بيستا هيخسهم. طيب بالنسبه لكبار السن تاني، لان طبعا في ادويه وبيبقى فيه سيستم معين مش كله طبعا البعض، هل بيتعارض مع اي دواء؟ هل ال ان انا زي ما بتقال كده المقدار بتاعي يختلف لو انا عندي مثلا لا قدر الله حاجه مزمنه او سليم؟ يعني خلينا نعرف. هرد عليكي بقى النقطه دي مهمه جدا. اولا بيست في حاجه بتميزه جدا ودي برضه شركه بايو ناتشرز كانت حريصه عليها قوي قوي يا نهاوند، فكره ان احنا بنقدم منتج طبيعي 100%، حتى لو انت شخص عندك باننا بنتكلم عن كبار السن طبعا فالاكثر عرضه للامراض المزمنه، يعني ممكن تلاقي سكر، ضغط، كوليسترول، هتلاقي حاجه ما موجوده حتى لو تحت السيطره ومتابعين مع دكتور باطنه وبناخد ادويتنا بانتظام، بس احنا عندنا مشكله ما. اللي عايزه اقوله لك بقى ان كورس بيستا والحمد لله في متابعتنا على الخطوط اللي ظاهره على الشاشه مع الفريق الطبي، الفيدباك اللي دايما بيجي لنا ان طبعا مع فقدان الوزن يا نهاوند خلي بالك السمنه المفرطه بتؤدي الى امراض مزمنه، فاحنا كل ما بنفقد كيلوات زايده من جسمنا وماشيين على العلاج بانتظام هتلاقي الدكتور اللي انت متابعه معاه باطنه او يعني التخصص الثاني هتلاقي بيظبط لك او بيقلل لك الجرعات دي، لان انت السمنه حسنت من مشكلتك في المرض المزمن. فاحنا يا جماعه طبعا دي حاجه يعني اي دكتور حتى خلي بالك اللي بيتابع مع دكتور باطنه او عظم اول حاجه بيقولها له لازم تفقد وزن، اللي عنده مشكله في الركب يعني احنا شخصيا دلوقتي انا عايزه اقول لك انا لا ادعو يعني انا طبعا مع الرياضه وكل حاجه، بس انا حاليا من موضوعنا مع كبار السن انا لا ادعو كبار السن اللي قاعدين يتفرجوا علينا حاليا ان هم ينزلوا يبذلوا مجهود ويتمشوا ويعملوا لود او عبء على ركابهم وهم عندهم حمل كبير. يبقى خس الاول وبعد كده بالظبط لازم نخس اولا، نجيب بيستا عندي زياده 40 كيلو امشي على الكورس لمده شهرين ثلاثه افقد الجزء الاكبر من وزني، باقي لي مثلا من الهدف والفريق هيتابع معاهم طبعا الفريق على الارقام اللي ظاهره على الشاشه باكد المعلومه دي هيوجههم اكتر، انا دلوقتي بتكلم في العموم، لكن ليه هم عملوا المتابعه المجانيه؟ ما علشان حضرتك
كل حاله عندك سكر غير زوجك عنده كوليسترول، انت زايده 30 كيلو هو زايد 10 كيلو بس، هو عنده كتله عضليه انت ما عندكيش خالص. فكل حد فينا عشان هو فايل او يعني زي ما بنقول ايه، انت بصمتك جسمك بصمتك. فانت لما هتتواصلوا مع الفريق اللي ارقامنا ظاهره على الشاشه من فريق بايو ناتشرالز، هو هيفصل الاسلوب الحياتي اللي هتمشي عليه والكورس المناسب ليك لسنك ولظروفك الصحيه. رائع جدا. خلينا بقى نتابع، لان دايما انا من الناس اللي بحب على الارض اشوف الكلام او ان احنا نسمع قصه تحديدا. خلينا نتابع قصه دلوقتي هذا المريض المعنى، مش هقول المريض يعني، نقول هذا الكلاينت اللي معانا، ونرجع نكمل مع حضراتكم. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي ايه عاطف رجب، عمري 26 سنة، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركة، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسة ان انا بلبس لبس ماما يعني. الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعة، ثلاث وجبات في اليوم. قبلها كنت بشرب الكوباية، لا طعمه ما كانش فيه اي مشكله خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ يعني. ما كانش عندي اي حرمان من الاكل، كنت باكل عادي كل حاجه، بس هو اصلا كان بيسد الشهيه، كنت باكل اي حاجه بس قليل يعني، وجبات قليله. مبسوطه جدا، الحركه بتاعتي بقت خفيفه، بقيت قادره ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا. انا حاسه ان هي بني ادمه تانية يعني، دي اربعينات دي عشرينات صح. دي حقيقه. عايزه اقول لك معلومه مهمه عنها على فكره بقى، عن البنوته دي بالذات، هي كانت متابعه مع فريقنا في شركه بايو ناتشرالز، وانا تواصلت معاها شخصيا، عشان كده هي من ضمن الحالات اللي ظاهره معانا. في بقى معلومه مهمه عن البنت دي، بمناسبه ان احنا بنتكلم على كبار السن يا نهاوند والامراض المزمنه. هي عندها تاريخ خرافي في عائلتها، باباها ومامتها سمنه وسكر، وهي كانت يعني لما عملت التحاليل كانت بري دايباتيك، يعني هي على ابواب ان هي تصاب بالسكر النوع الثاني بسبب السمنه، بسبب السمنه والعنصر الوراثي. فهي كانت بتكلمنا فعلا وبتكلم فريق بايو ناتشرالز ان هي مش بس عايزه تخس عشان شكلها، انا خايفه يجي لي السكر زي بابايا ومامتي وعيلتي. فعايزه اقول لك من الناس بقى البنوته دي اللي هي فرحانه جدا جدا، لان هي حصل تحسن كبير جدا في التحاليل بتاعتها، مش بس بقى شكلها ووزنها، وان هي شابه لسه صغيره عايزه تبقى زي صديقاتها بالظبط. لا انا صحيا بحمي نفسي. وهي بقى عندها دلوقتي مرحله ايه، تثبيت معانا مع شركه بايو ناتشرالز، ودي نقطه مهمه جدا يا نهاوند، عايزه اكدها بجد بليز على اي حد بيتفرج علينا يا جماعه. التثبيت يعني والالتزام بمرحله التثبيت دي شيء لا يقل اهميه ابدا عن الخساسين. علشان بنوته زي ايه، هي لسه متابعه دلوقتي في مرحله التثبيت مع فريقنا في شركه بايو ناتشرالز، والحمد لله كل شهر بتخس 2 كيلو، بقى مش 8 12 2 كيلو. فبالتالي هي مع الوقت خلاص عملت ثبات لمده 6 شهور سنه، هي خلاص بعد كده ضمنت ان ده بقى وزنها وجسمها. طب انا عندي السؤال، ان هي كانت اوفر ويت قوي يعني في الصوره، لما انا بخس الجلد اوكي ممكن يحصل له، لو انا مش بروح الجيم اعمل تونينج ترهلات اسمها صح. ف ايه بقى، بصي بقى هقول لك حاجه، فعلا بيستا بيعمل ده برضو ولا انا بخس؟ لا بالعكس، انا بخس اول اوفر او بخس في الاماكن المعينه. هقول لك بقى حاجه، احنا قلنا ان بيستا كل المكونات بتاعتها طبيعيه، نضيف على المكونات دي عنصرين احنا ما اتكلمناش عليهم، تركيز كروميوم 500 ملي جرام، وده رقم محترم جدا يا نهوان، وفيتامين سي. طب دول دورهم ايه كحاجات زي الفيتامينز انتوا بتاخدوها خارجيه بره منتج تخسيس، دورهم ايه مع الالياف الطبيعيه اللي هي الشوفان ورده القمح وقشور السيليوم الطبيعيه المالئه؟ دورهم كالتالي، فيتامين سي عكس ما الناس فاكره هو حاجه تخص المناعه فقط، لا ده بالعكس، ده بيخلخل يا نهوان الدهون من الخلايا ويطلعها، تبقى هي مصدر الطاقه في جسمك، فيبتدي الخلايا العنيده، حد عنده ارداف، منطقه بطن، المناطق، كل واحد فينا كده عنده ايه بزرق. مناطق عنيده في الخسيه، تبقى اخر حاجه دايما بتخس. ميزه بقى فيتامين سي اللي موجود في منتج بيستا انه بيطلع الدهون الزايده في الخلايا دي ويستخدمها كمصدر طاقه، فيبتدي جسمك يحصل فيه ريشيبنج. يعني ايه، انت دلوقتي خسيتي، انا مثلا في بنوته كانت متابعه معانا مع الفريق على الارقام، هي كانت حامل ولدت، الشيء الطبيعي السيناريو الطبيعي جدا، وزادت 30 كيلو في فترة الحمل، فهي خست معانا يعني وصلت ل 60 بعد ما كانت 90 ل 60 كيلو. بتقول للفريق انا وانا كان وزني 60 ايام قبل الحمل كنت بلبس ميديوم، دلوقتي بعد ما مشيت على الكورس ورجعت لوزني الاولاني بقيت بلبس سمول. ده تفسيره حاجة بسيطة جدا، ان هي الخسية احنا خسينا اوفر اول، بس بيستا ساعدك ان المناطق شوية العنيدة في الدهون في العادي اللي انت ما بتفقديهاش بسهولة بأي نظام غذائي عادي،
فقدتيها اكنك عملتي رياضه شويه. اوكي يعني هي بتعوض الجزئيه بتاعه التونينج بتاع المكونات الموجوده سواء الكروميوم يا نهوان او فيتامين سي ليهم الدور ده جدا. اوكي فده فيدباك عايز اقول لك الحمد لله حالات كتير بالذات الشابات اللي مهتمين قوي بمقاساتهم. عايز اقول لك البنات بقى بالذات اللي حملت وولدت وهي لسه اول خلفه ليها بتبقى حريصه قوي ان هي ترجع قدام جوزها بالوزن الاولاني المثالي ومقاساتها في الاول. لا بس ثلاث ارباع الوقت انا بسمع يعني من الفريق دايما ان المشاكل شويه عندنا مشاكل نفسيه اكتر ما هي. خلي بالك السمنه يا نهوان مشاكلها النفسيه اكبر بكتير. يعني احنا دايما الفيدباك اللي بنسمعه لو شابه ما عندهاش مشاكل صحيه بتتكلم عن الاخصائيين التغذيه عندنا في شركه باي ناتشرز الشكاوى مش يعني اكتر ما هي نفسيه اكتر حاجه. خلي بالك عند الشابات الصغيرين مقاسي شكلي الايمج بتاعي في الشغل. انا بتكلم يعني مفروض تكون عشان نفسها قبل عشان جوزها للاسف في مجتمعنا يعني لا ده فكري يعني انا بالظبط ارضي نفسي قبل ما ارضي حد يعني ده المهم يعني. خلينا بقى نروح لاسئله السوشيال ميديا لان طبعا بيستغلوا وجود حضرتك معانا. في كذا سؤال انا هحاول على قد ما نقدر نسال. يعني سيد عبد السلام بيقول انا عندي 40 سنه مشكلتي ان الدهون متراكمه في البطن ده يمكن مرتبط باللي كنا بنقوله دلوقتي هل الكورس ده ممكن ينزل لي البطن بس ازاي احافظ على باقي جسمي. دي على فكره السؤال مهم جدا لان جداً. في ناس بجد جسمها انا بشوف بنات حتى بنات اعرفهم جسمهم رفيع جدا تلاقي عندها بطن كبيره بالزبط. طيب لو هي خست بقى ما هتخس اول اوفر ولا هتخس بس مع بيستا في المنطقه أرد دي. ارد بقى على استاذ سيد من هو يعني راجل شويه لسه نجاوب راجل ونجاوب دلوقتي الرجاله زي ما قلنا دايما عندهم ميزه عندهم عضلات يا نهوان فهم حرقهم احسن مننا بكتير جدا. طيب الراجل اللي عنده منطقه الدهون المتركزه في البطن ده يعني ده مشكلته اكبر شويه من البنات. ليه بقى؟ لانه مش الطبيعي ان تتكون عنده هنا يعني دي مشكله اكتر عند البنات والستات اللي في البطن اللي في البطن يعني دي عنيده إزاي؟ في فرق بين الكرش والبطن في فرق بين البطن السفليه الرجاله بتبقى في منطقه البطن لا الرجاله كرش وده نتيجه شرب الميه يقول لك انا ما اقدرش ابلع الاكل يا دكتوره من غير ما اشرب الميه والبيبسي اكيد انت عارفه المشروبات الغازيه يعني. لكن البنات ليه عندهم منطقه البطن السفليه اللي تحت أوكي. نتيجه مقاومه أوكي. الانسولين عشان كده ده اللي انا عايزه اقوله. فاستاذ سيد طالما عنده بطن اللي هي سفليه مش كلمه كرش عشان ده مصطلح وده مصطلح بيستا هيكون حل جذري جدا ليا انا هواند بقى لان استاذ سيد انت عندك مقاومه انسولين صريحه يعني معنى اللي عندك بطن سفليه او اي سيده بتتفرج عليا دلوقتي عندك دهون في البطن السفليه عندك مقاومه انسولين. طب بيستا انا بعتبره يا جماعه من ان الدكتوره ريهام دايما بتطلع تقول الصيام المتقطع الصيام المتقطع انا يعني بحبه جدا لانه اسلوب حياه رائع. بيستا اعتبروه يا جماعه صيام متقطع من غير ما تصوموا عدد الساعات الطويل اللي انا عارفه انه عبء كبير عليكم ان انتوا تصوموا 16 ساعه يا دكتوره ما نقدرش. بيستا هيقدم لكم حل رائع جدا اكنك بتصوم صيام متقطع من غير ما تصوم 16 ساعه. طب ازاي يا دكتور؟ بمنتهى البساطه يا نهواند انا باخد 3 اكياس في اليوم قبل 3 وجبات عباره عن الياف طبيعيه عاليه جدا جدا جدا. طب الالياف هتعمل ايه؟ هتخلي السكر في الدم منتظم ومفيش طلوع الانسولين المفاجئ مع الاكل اللي هو بيجوع بقى بعدها بيجوع وبيخزن لك الدهون اللي موجوده في منطقه البطن السفليه عند 3 ارباع الناس دلوقتي. يبقى انا حليت المشكله دي مش بس كده فيتامين سي اللي لسه متكلمه معاكي فيه قبل السؤال على طول حل مشكله السمنه الموضعيه فهيبتدي اخس في المنطقه دي اسرع من لو انا مشيت على اي دايت عادي تقليدي. فيبقى بيستا لو حضرتك يا استاذ سيد خدته قبل اي وجبه بنص ساعه قبل اي اكل كميات اكلك قلت قوي الالياف اللي موجوده في المنتج خلت سكرك ما يطلعش جامد قوي والانسولين يطلع فيخزن لك دهون فهتبتدي بطنك تقل تدريجيا وانت عندك عضلات فالعضلات هتساعدك اكتر بكتير من اي بنوته بتتفرج علينا كمان ان انت تفقد 15 كيلو في الشهر مش 12 كمان. طب هايل يعني حتى الرجاله في ده محظوظين. والله محظوظين بجد. دي حقيقه يا نهار. دكتور ريهام للاسف الوقت خلص بس بجد معلومات كتير مهمه قيمه وانا شخصيا بجد استفدت. انا سعيده. تنورينا في فقره ثانيه ان شاء الله. بشكرك جدا وبشكر حضراتكم اكيد على متابعتنا النهارده لحلقه 10 الصبح في الاهلي. نشوفكم بكره ان شاء الله انا وكريم وحلقه جديده. مع السلامه.